إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من جديد من الأحسن. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الأهل والأحباب. كيف وعدناكم في الفيديو ديال البارحة، قلنا مدام أنه صاحب الجلالة تدخل شخصيا في هذه المسألة هذه ديال العبور ديال العودة إلى أرض الوطن ديال أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج، غادي يكونوا دائما أخبار سارة، غادي توافد عندنا أخبار سارة وغادي نتصلوا بها. والحمد لله بعد ما شفنا يعني تأثير ذلك التدخل الملكي في هذه المسألة هذه، تم تخفيض يعني الأسعار ديال التذاكر ديال الطيران. دابا عندنا خبر آخر صار، وكيف تشوفوا من العنوان هو غادي يكون واحد التخفيض على التذاكر ديال النقل البحري، على الملاحه البحريه غادي يكون فيها تخفيض. هذه المساله هذو كي تشوفوا الاخوان في المقال، الحكومه تدعم النقل البحري للجاليه بملياري جوج ديال المليار ديال الدرهم. والنواب، بعض النواب البرلمانيين في المساءله، كانت اليوم مساءله جلسه مساءله في البرلمان، كاين بعض النواب واحد الفئه من النواب انهم طالبوا الحكومه انها تحيد الحجر الصحي على افراد الجاليه دوك المقيمين في اللائحه في الدول ديال المدرجه في اللائحه بها. اخوان كيف باش ما نطولوش عليكم، نقراو لكم بعجاله هذا المقال هذا باش تطمئنوا، ويعني هذا خبر صار للناس اللي حابين يرجعوا لارض الوطن عن طريق الباخره بالسيارات ديالهم. والمقال تيقول تعبات السلطات العموميه من اجل تنزيل التعليمات الملكيه لتسهيل تنقل مغاربة العالم لقضاء العطلة الصيفية في وطنهم، إذ أعلنت الحكومة أنها ستتحمل في إطار خفض كلفة النقل البحري جزءا من تكلفة تذاكر السفن للمغاربة المقيمين بالخارج بقيمة 2 مليار ديال الدرهم. وأوضحت السيدة الوزيرة المنتدبة السيدة نزار وفي جلسة مساءلة اللي كانت، كيف قلنا كانت اليوم واحد الجلسة ديال المساءلة ديال الحكومة في مجلس النواب حول هذه العملية ديال العبور ديال 2021، قالت بأنه تم توفير ديال 8 ديال الباطوات، 8 ديال السفن للعبور لتسهيل عملية العبور ديال المغاربة من أوروبا إلى المملكة المغربية. 3 ديال السفن، 3 ديال الباطوات تخصصوا بيدارو من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه ميناء سيت بفرنسا وميناء جنوا بإيطاليا، ثم جوج ديال السفن زياده على جوج ديال الباطوات غادي يكونوا مخصصين من ميناء طنجه المتوسط الى ميناء مارسيليا بفرنسا، وغادي يبقاو 3 ديال الباطوات غادي تخصوا الميناء الناظور وميناء سد بفرنسا، غادي يربطوا ما بين الناظور وما بين سد بفرنسا. هذا الخبر الاخوان كيف تشوفوا يعني خبر جميل، يعني كيف لاحظنا التاثير يعني الملحوظ ديال التدخل ديال صاحب الجلاله، وتم خفض الاسعار ديال التذاكر ديال الطيران، غادي يبدا ان شاء الله المفعول غادي يبان من غدا ان شاء الله ديال التذاكر ديال الباطوات. وهذا الشيء اللي كنا وصلناكم عليه واحد 3 ايام هذه، قلنا الاخوان تسناو انتظروا، ما ديروش ما تحجزوش، لانه فاش اتصلنا بالجرانديناف بالشركه ديال الجرانديناف ما كانش عندهم وضوح في المساله. الحمد لله دابا الناس اللي كانوا باقي ما حجزوش حاولوا ابتداء من غدا ان شاء الله الانسان يعاود يدخل المواقع، وغدا غادي نديروا لكم واحد العمليه ديال تجربه ونشوفوا الاسعار كيفاش غادي تكون. المهم الاخوان هذا خبر صار، نتمنوا توافد عندنا الاخبار، ما تنتعش هذه الاخبار الساره دائما، وتبقى الرعايه ديال صاحب الجلاله مخصصه للجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. هذا الفيديو الاخوان درناه بعجاله باش نشاركوا معكم هذا الخبر، تيهم الناس اللي باغيين يمشيو في الباطو، راه غادي تكون تخفيضات كبيره ان شاء الله، لانه غادي يتم الحكومه غادي تمج واحد المبلغ ديال 2 مليار درهم كتعويض لهذوك الشركات، لانهم شركات ماشي وطنيه، شركات اجنبيه اللي تتكلف بهذه العمليه ديال النقل، اذا ما يمكنش هما يديروا تخفيضات، هما عندهم اسعار ديالهم محدده، غادي تقوم الحكومه المغربيه بدفع واحد التكلفه ديال التعويض لهاد الناس هادو باش يتم تخفيض الاسعار بالنسبه للمهاجر اللي حاب يرجع لارض الوطن عن طريق الباخره. اخوان نتمنوا لكم امسيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله، ولا تنسونا من الدعم والتشجيع، والسلام عليكم ورحمه الله.